سامر فقد سبابته في معمل هنا في تيكيرداغ في تركيا، لم يحصل على أي من حقوقه. ذات المعمل سجل بحقه عدد كبير من حالات أكل حقوق عمال سوريين وأتراك. اليوم في بريد أورينت نحن بتيكيرداغ لنقف مع بعض الشهود على ما حدث في هذا المعمل. أهلا بكم. سامر، الحمد لله على السلامة. أنت فقدت سبابتك بهذا المعمل اللي هو خلفنا، كيف صار الحادث؟ هو صار بسبعة أربعة هذا العام، شو متذكر منه؟ كيف صار الحادث؟ والله أنا أستاذ قصي، أنا وقت اللي جيت على هذا الشغل وكان في يعني الماكينات اللي جوا تقريبا مو تقريبا كلياتهم يعني خطيرين يعني، وأنا ما عندي أي أدنى يعني ما بعرف أنا أشتغل على هذا الشغل يعني. هو شو طبيعة العمل؟ شو كان هو منشرت خشب موبيليا، وأنا بصراحة ما عندي خبرة. ووقت اللي قابلت صاحب الشغل فتنا واتفقنا على العمل وبلشنا عمل، وعندما بلشنا عمل تعرضت للإصابة منقصة إصبعي، والحمد لله يعني هذا اللي صار. و اللي عرفته أنا أنه الماكينة اللي كنت عم تشتغل عليها هي مثل تطبيق محلي، يعني هن اللي عاملينها للماكينة. الماكينات هنن كلهم أصلاً تطبيق محلي كلهم، يعني ما في أدنى مقومات السلامة، ما في. وأنا بصراحة ما عندي أدنى خبرة بهذا العمل، وما بعرف أنه يعني كل ماكينة أنه مدى خطورتها ما عندي خبرة أنا أبداً. وصار اللي صار يعني، بعد ما صار الحادث أخذني هو، راح أخذنا على المستشفى، وكان في شاب عم يشتغل معنا راح معنا الله يجزيه الخير، وعملوا له الفحوصات الكاملة هناك. والدكتور المختص بعد ما صار التصوير، شاف التصوير أصر أنه بده بتر، وصار البتر يعني بتروا لي الاصبع، بتر كامل للاصبع، بتر عقدتين من الاصبع. انت معك التقارير الطبيه، والملفت قبل ما روح لك كيف تصرف معك صاحب المعمل او اداره المعمل، انه انت حصلت على مخالفه بعد اسعافك فورا لانك تقيم في ولايه مخالفه للكملك، محل ما له صادر الكملك. نعم هذا اللي صار، لانه انا عندما رحت احدث بيانات من فتره بتفاجأ من إدارة الهجرة، من الموظفي بتخبرني أنه أنت عندك جزاء ما بنعطيك الكملك لحتى تروح تدفع الجزاء. قلت لا تمام، ورحت بالفعل على الفاتح دفعت الجزاء والحمد لله. ليش قيمة الجزاء؟ قيمة الجزاء 1400. كيف تصرفت معك إدارة المعمل؟ وهل حصلت أي شيء من حقوقك؟ إدارة المعمل راح معي على المستشفى، لكن يعني مثل يعني كأنه عم يسرق سرقة، شأني زتني في المستشفى وهرب، خلى معي العامل اللي بيشتغل معنا الشاب السوري اللي هو اسمه خالد، خلى ويتصل معه من برا إنه شو صار معكم، في شيء ما في شيء، إجي لعندي من المغرب، بعد المغرب بعد ما صارت العملية، واطمن إنه ما ضل في بوليس، وراح البوليس وراحوا الجندرما، اجي شق علي حوالي نص ساعة زمان وبعدين طلع، وبعدين اجي لعند مني على البيت مرتين، اجي لعند مني على البيت مرتين، اكثر من هيك ما صار. دفع قيمة العملية ما يقارب يمكن 2000 ليرة، هذا اللي عملوا يعني، بس اما جزاء او انه تعويض ما اعطاني شيء. حتى وقت اللي كلمته أنه أنا بصراحة قاعد ودنيا رمضان وبدي مصروف، قال أنا مجبور نديل، يعني أنا ماني مجبور. فطلعت هيك عرفت أنه خلاص يعني الشكوى لغير الله مزل، يعني بدك تشكي أمرك لله، عرفت أنه ما في مجال يعني. بالغالبية يعني هنو تقريبا عقليتهم هون كصاحبين شركات، بالغالبية وقت اللي بيكون انت شغال من غير ما يكون مأمن نفسك الغالبية هيك. بس انا وقت اللي فت لعند منهم في العمل انه على اساس يعمل لي اذن عمل، وبعد ما انصبت ما اعترف علي، لا عمل لي اذن عمل، لا عوضني، لا طلع علي ابدا. ولا كيف تعرفت على مكان العمل اساسا؟ ها كان حاطط منشور
عن طريق الجروبات الفيسبوك والواتساب، وكلمته أنا وقال نعم تفضل، وجينا لهون وقت اللي قابلنا سألته أنا في إذن عمل بتعملوا إذن عمل وسيجورته هون؟ قال نعم، يعني فترة أسبوع زمان بتشتغل مباشرة بنمشي لك بالأوراق. ليش ضليت تشتغل عنده؟ أنا في اليوم الأول انصبت، في اليوم الأول انصبت، لكن وقت اللي مشينا وتكلمنا بالأوراق وبالشغلات القانونية شفتوا أنه عم يتهرب وما في بعد إصابتك. تمام، خليك معي سامر. القصة ليست فقط قصة سامر، إنما أيضا قصة عمال آخرين تم أكل حقوقهم، منهم خالد. خالد إذا بتتفضل كمان موجود معنا. خالد، أنت كنت شاهد على قصة سامر، بس كمان أنت في إلك مبالغ مع أصحاب المعمل، رواتب ما تقاضيتها. قديش هي الرواتب وقديش الفترة اللي اشتغلتها؟ أنا بلشت بشباط بال 2022، دول ما بلشت قال لي إنه في عندي سيكورتا وإذن عمال والشغلات هاي. تمام، بلشت شغل لحد ما سامر إجا. أنا ما بعرف، هو قال لي إنه نظامي بخلص، بلشت لك بالسيكورتا. حتى اجى سامر ضربت اصبعته، شفته ما اعترف على سامر، قمت هون جبرته قلت له انا ما عندي سيكورتا واذن عمل. معناته تعلمت من رفقاتي الاتراك، سالت بلال التركي شلون علمني شلون فوت على الايده ولا تشوف اذا عندي سيكورتا ولا لا. طلع ما في سيكورتا. قلت له ما في سيكورتا انا بدي بطل، بركي صار معي شيء، ماكيناتها كلياتها مضروبه، انت عم تجبرنا نشتغل، عم تجيب الغريب او اليابانجي او التركي تشغله ما بيعرف، عم يروح اصابيعه. فهمت علي شلون؟ جبرته طلع لي اذن العمل، طلع لي اذن العمل 4 أشهر. طبعا هدول على اساس هو مشي السيكورتا، طلع مو مشي يوم، بعد 4 شهور طلع لي اذن العمل، عندي تقصير بالسيكورتا، عندي راتب اخر شهر ما طاني 7250 ليره قرطون علي. قال لي روح اشتكي على المحكمه، حتى الواتساب بعت لي ورد مسحها، قال لي روح خلي القاضي يعطيك اياهم. رغم قلت له انه هون تركيا بلد قانون، بلد يعني بيعطيني حقي، هون عندي سيكورتا وعندي اذن عمل، ليش هيك ساويت؟ قال هيك. انا انت الوحيد يمكن اللي من الموجودين معنا معه اذن عمل. انا الوحيد الموجود معي اذن عمل، لاني جبرته معلم بمصلحتي بيشتغل، وما كان يلاقي عمال بالهي بفتره هي. الماكينه اللي اصيب فيها سامر، انت عندك تفاصيلها، انت شفتها، كان قلت لنا انه صوته، يعني صوته لحاله بيبين انه في مشكله. جدا هو بيطبق الماكينه، بجيب هيك ميتور 4 حدايد بشغلهم، بيقول لك بجيب العامل يشتغل، يعني مو ما في شيء اسمه ستاندر ماكينه يعني نظاميه، بيجيب هيك وشغلات غير نظامية، يعني كتير كتير خطرة، جدا خطرة علينا وعلى غيرنا اللي بده يجي بعدنا. هلأ المعمل إذا شغال، أنا بنصح أي واحد إن كان غريب وإن كان تركي يعني كلياتنا يضرب إصبعته يدرب حاله. المعمل جدا جدا سيء، إذا ببين معك على الكاميرا شوف الحماية شيته، الدرج هون نحن مطلع ملزمة من هون البضاعة، احتمال يقلب واحد يقلب موت. شوف الونش انت بين معك اللي بيحمل البضاعة معلق على نكشة، هذا إذا اجى على راس زلمة ومات انا بقول له هذا بده يقلب، هون ما في حماية، نحن عم نطلع نقلب يعني ننظر. مع كل هذا اكل حقوق لك 7500. سامر انت كمان رح لك مبلغ مالي معه، انت ما لحقت لانه هو يوم واحد والإصابة، لكن ايضا حسب سامر وخالد هناك مجموعة من العمال الأتراك الذين أكلت حقوقهم، منهم بلال. مرحبا بلال، هل لك أي مبالغ مالية معهم؟ هل تم يعني عدم إعطائك حقوقك رواتب لك؟ benim içeride bir miktar param kaldı bir haftalık gibi. أنا بقي لي من حسابي أجرة نحو أسبوع فقط. خالد لديه مبلغ مقدر بنحو راتب شهر، نحن جئنا هنا بسبب تعرضنا للظلم، إن شاء الله يرى المسؤولون هذا اللقاء معكم. صديقنا سامر قطع إصبعه في المعمل، إن شاء الله لا يتأذى أحد مثله. كنت أعمل هنا ثم تركت العمل لمدة أسبوع، عندما عدت لم تكن رواتبنا قد دفعت بعد، في غيابي بوتر إصبع سامر. شاهدت عندما عدت إلى المعمل إصبع سامر ملتصق بالجدار، تأثرت نفسيا بذلك المشهد. عندما كان سامر في المشفى كانت ردة فعل صاحب المعمل غير مسؤولة ومهملة، لم يهتم أبدا بوجوده في المشفى، وقال إنه ليس له علاقة بما حدث، هو شخص لا يفكر بالآخرين، هذا ما أقوله لكم. لماذا لم تجرب أنه توكل محامي لتحصيل حقك؟ هو عنده حق إن أكل، عنده رواتب إن أكلت. عادة نحن كسوريين ما بنلجأ لهذا الخيار لأسباب كثيرة، أنت كمواطن تركي ليش ما لجأت لمحامي
تحصيل حقه قانونيا. مثلا يبي عقدنا görüş müdü ben ufak bir meblağ olduğu için fazla uğraşmadım. Hani Allah'la onun tarafına bıraktım ama arkadaşların iki yüksek bir meblağ olduğu için انا لم الجأ لمحام لان المبلغ الخاص بي قليل. لم اشاء ان ابذل جهدا من اجله. تركت الامر لله تعالى. لكن الأصدقاء الآخرين خالد وسامر لديهم مبالغ كبيرة. شكرا جزيلا أستاذ طه. سمعت القصة من الأطراف أو الشباب الثلاثة. عنا حالة ضرر دائم سامر وعنا حالة بلال وحالة خالد. عموما هل من الممكن أولا تحصيل حقهم؟ بنعرف أن السوريين عم يضطروا يشتغلوا بظروف مثل ما وصفوها الشباب، بلا تسجيل وبلا تأمين حتى بمكان العمل، لكن كيف ممكن تحصيل حقوقهم اليوم؟ طبعا بداية الأستاذ قصي، يعني احنا تابعنا الأسبوع الماضي وفاة العم الله يرحمه شريف الجبلي، وأيضا اليوم إصابة الأخ سامر، وخلال أيضا آخر 15 يوم كان عندنا حوالي 4 وفيات من العمال السوريين اللاجئين في تركيا بمحافظات مختلفة نتيجة إصابات العمل. المشكلة الأساسية اليوم بتحصيل حقوق اللاجئ السوري العامل هي غياب البيئة القانونية اللي ممكن تحمي حقوقه. بالأمس يوم الأربعاء أشار وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيضات بلجن وأشاد بجهود العمال السوريين بيقول سوق العمل التركية. طبعا هذا الأمر كان من خلال إطلاق البارح لمشروع جديد بتمويل من الاتحاد الأوروبي. هذا المشروع هو دعم انتقال العمال اللاجئين السوريين إلى سوق العمل. النقطة الأساسية أنا كنت أتمنى على وزارة العمل والضمان الاجتماعي أنه ما تكتفي فقط بالإشادة بدور العمال السوريين في سوق العمل، هذا الشيء كلنا نعرفه. النقطة الأهم بهذا الموضوع كنت أتمنى أن يكون في توفير بيئة قانونية تضمن حقوق اللاجئ السوري في حالة عرض لأي حالة غبن، سواء كان بموضوع الراتب أو بموضوع تعرضه أثناء عمله لأي إصابة أو لا سمح الله لا قدر الله حالة وفاة. المشكلة الآن بهذا الصدد أنه طبيعة وتوصيف بيئة عمل اللاجئ السوري بأماكن العمل في تركيا هي أداة قام يستفيد منها كل الجهات، الحكومة قام يستفيد منها وأرباب العمل قام يستفيد منها والطرفين للأمانة قام يستفيدون منها، كون اللاجئ السوري اليوم يمثل شريحة كبيرة من اليد العاملة الرخيصة. بالنسبة للشباب هل من الممكن تحصيل حقوقهم؟ خالد معه ما يثبت أنه كان يعمل هنا، عنده إذن عمل صادر عن هذه الورشة أو هذا المعمل. سامر يمكن ما عنده، ما لحق من أول يوم. بلال مواطن تركي وغيرهم، يعني في أرقام حسب الشباب آخرين. هل نحن أمام قضية من الممكن أنه يحصلوا فيها حقوقهم؟ بهذا الصدد بقضية واقعة الأخ سامر، طبعا المكاتب القانونية الموجودة في نقابات العمال التركية وأيضا بالنسبة للمنظمات الحقوقية التركية أثناء استشارتنا لهم بهذا الموضوع أشاروا أن وجود كاميرات تقيد وتؤكد عمل اللاجئ السوري في أي منطقة أو في أي بيئة عمل أو في أي معمل حتى لو ما كان عنده تأمين صحي، وجود أيضا أطراف تشهد بأنه هذا العامل تعرض لإصابة بهذا المكان، هي بحد ذاتها تضمن لحقوق. وبتخيل كاميرات ما في حسب ما عرفت من الشباب داخل المعمل؟ لا يوجد، لكن في جيران وفي عدد كبير من الشهود. إشادة الشهود سواء كان كعمال سوريين بقضية الأستاذ سامر مثلا، وجود الأخ خالد وأيضا وجود الأخ التركي بهذا الموضوع كافية بهذا الموضوع. شكرا جزيلا لك أستاذ طه. هكذا تنتهي هذه الحلقة من بريد أورينت، قدمناها لكم من هنا من تكير داغ. إلى اللقاء.